يا يابي اكو عراقي يمر بالنجف ما ياخذ هذا والنوب حار حار. شلونك عمو؟ الحمد لله على خير. سجاد شلونك؟ الحمد لله على خير. كم قطعه تخلي فيك؟ تشيس بي 4 بيش 1500. جيد تعالي نورتونا. اسم ميثم. الله يحفظك. مو يحترق السجاد. لا 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 تعال اي تعال هنا تعال سولف ويا ميثم. ميثم شنو مكوناته هاي الاكله؟ مكوناته الاساسيه الشكر الدهن الماي الطحين ذن اساسيات. ترجع الدور عندك ثانويات المطعمات حبه سوداء السمسم الهيل حليب كزبره حبه حلوه سوداء على مود اللون شويه لازم تخليه خمره مال عجين طبيعي هذه الاساسيات كل السوالف على كلهن بهاي الخبزه وراح اشوف الطعم مالتها يبين كل هذا الدين. راح اشوف طعم الشاب لا ينضاق انت قلت راح اشوف لا مو انا راح اقول هاي سحبها ثانيه صحبه هاي شوها الثانية سمال مالتها زايد الهيل مالتها زايد حتى تشوفه وتذوق الطعام مالته اثنينات. اكو جماعة يحبوا بالدهن الحر تقدر تجيب دهن حر يقول لك هذا الدهن اخاف يعني كذا وهاي تضيف دهن الحر. بالنسبة لأهل السكر بحبة سوداء تقلل الحلا يعني حلاتك الطبيعية احتياطاتكم كل الأمور. ايش صار لك ما صار لهنا جديد بس هي هاي مهنتنا يعني كنا بشاعر رسول احنا.